جناح يمين. ماذا جاء في مركز جناح اليمين؟ صعب هذا الجناح اليمين. ما هو شعورك بتكريم محافظ ذي قار 2016؟ ما كنت كرمت. ما كرمني والله؟ والله بس خذ وياي صور ما كرمني. اي والله هذا الفيديو كرمنا لاعب المنتخب وهو تكريم للمحافظة وشباب المحافظة. كذب كذب. اي رحت طبعا خابرونا اني جيت. أيه. اصدقائي مسوي لي احتفالية تلقوني بالبوابة. أيه. فخابروني قالوا تعال للمحافظة، المحافظة يريد يلتقي بيك. رحت المحافظ قال ان شاء الله مازن احنا راح نكرمك قطعة ارض ونتمنى لك التوفيق. أيه. شو وقت؟ يقول لك 800 متر القطعة. اي 800 متر ركن. كل شيء ماكو؟ الله شاهد كل شيء ماكو بس صور. بس صور ماكو. لا اله الا الله.